السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكى في قناتي يا رب تكوني بألف خير وانت بتشوفي الفيديو ده معك جهاد شوقي الحديدي ودي قناتي اشتركي يلا وفعل زر الجرس علشان يوصلك أحلى فيديوهات ممكن تشوفيها وان شاء الله بإذن الله تكون مفيدة ليكي والحياتك والبيتك هنعمل مع بعض النهاردة يومنا العادي ان شاء الله بإذن الله طبعا لازم تثبتي أول حاجة في حياتك الصلاة تبدأ يومك بالصلاة بعد كده تقرأي أذكارك ووردك من القرآن الكريم انصحك واحبزك ان انت تعملي ده وتبداي وتبداي بده في اول يومك قبل اي شيء باذن الله وتصحي بدري علشان يكون عندك الوقت ده او المساحه دي ان انت تقولي تصلي وتقولي اذكارك وقرانك وما فيش حاجه تشغلك عن ده ده اساسي في بدايه يومك وان شاء الله باذن الله ربنا يكون راضي عنك بعد كده هتخشي بقى على بيتك وعلى شغل البيت طبعا هنكنس ال بيت الاول ونروق اي حاجه في الشقه قدامنا علشان ده يدينا راحه نفسيه او يدينا ايحاء ان الشقه الشقه مترتبه الى حد ما او متروقه الى حد ما طبعا ده في الترويق العادي مش التنظيف العميق التنظيف العميق لاسلوبه ونظامه الثاني طبعا قمت روقت البيت بالشكل ده ورتبته وكنست ونفضته وطبعا فتحت الشبابيك علشان اغير جو الشقه والهواء والشمس يدخلوا البيت ويجددوا روح الشقه وحيويتها زي ما انت شايفه بالشكل ده فتحوا الشبابيك يا بنات والبلكونات علشان الريحه والشمس والجو يبقى جميل جدا في البيت وتحسوا كده بانتعاش بعد كده هبتدي اخش على المطبخ طبعا المطبخ ده ورانا ورانا لازم نخش على المطبخ في مواعين متبقيه كده كوبايات وحاجات بسيطه من الفطار هنغسلها طبعا ولازم تروقي مطبخك وتنضفيه قبل قبل ما تبتدي تعملي الاكل ده اللي انا بعمله ده بيديني راحه نفسيه بيخليني ايه مثلا اطبخ وانا مزاجي كويس او مش شايله هم ان ورايا مواعين او ورايا تنظيف بعد كده طبعا بمسح الترابيزه اللي انا بشتغل عليها ودي اللي بصور معاكم عليها كل الاكلات لو شفتوا فيديوهاتي التانية هتلاقوا ان دي الاساس معايا في كل فيديوهاتي اللي بحط عليها المكونات والمقادير وابتدي اشرح لكم الوصفه طبعا بغسلها كويس جدا زي ما انت شايفه كده بالصابون آه علشان اتاكد انها نظيفه جدا آه انا ما برتاحش نفسيا الا لما اخلي آه اي حاجه بنضفها كلها تبقى صابون زي ما انت شايفه بالشكل ده آه بعد كده بمسحها وانضفها من الصابون جدا وبيعقمها بشويه خل الخل بيعقم وكمان بيدي لمعان وبيأكدلك على النظافه اللي انت عملتيها زائد ان الريحه بتبقى كويسه زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده هنطبخ مع بعض وهنشوف وصفتنا النهاردة هنطبخ ايه ويكون ايه على الغدا هنعمل اليوم فراخ الفراخ طبعا انا بغسلها وبنضفها كويس جدا وبعمل لها محلول نقع عندكم فيديو كامل عن غسل الفراخ ومحلول النقع وفوايده وليه بنعمل محلول النقع ده وهو عبارة عن ايه في فيديو كامل هتلاقوه في القناة اه بعد كده انا قطعت الفراخ زي ما انتم شفتوها وطلعت منها الجوانح والحاجات دي علشان هبتدي اعمل منها شوربة وهتشوفوا هنعمل منها شوربة ازاي بعد كده هنيجي للخضروات بتاعتنا او الخضار اللي هنستخدمه في صينيه الوصفه بتاعتنا هتكون صينيه الفراخ بالبطاطس الطريقه اللي انا هعملها بيها دي طريقه وهم وطعمها خيال يا بنات جربوها لو مش بتعملوها بالطريقه دي جربوها بالطريقه دي لان في كذا طريقه لصينيه الفراخ بالبطاطس إيه معايا المكونات بتاعتي الفراخ طبعا قطعتها وبطاطس مقطعه حلقات زي ما انت شايفه بالشكل ده وخلي السمك متقارب علشان كلها تبقى نفس التسويه بتاعتها وكمان الشكل يكون حلو يعني ما واحده كبيره وواحدة صغيره معايا بصل حلقات وفلفل حلقات و... وكمان فصوص من الثوم مقطعه فصوص الثوم برضو إيه حلقات صغيره ومعايا الملح والتوابل بتاعتي معايا ملح معلقه كبيره من الملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا وشويه من الزنجبيل وشويه من القرفه دي وممكن كمان تضيفي خلطه شويه من خلطه بهارات الفراخ معايا طماطم مضروبه في الخلاط بس هي دي كل مقادير الوصفه بتاعتنا اليوم هنجيب الصينيه بتاعتنا اللي هنحط اللي هنعمل فيها الفراخ هنحط فيها شويه من الزيت بالشكل ده وهبتدي اول حاجة انزل الفراخ بتاعتي اديها تشويحة كده مع الزيت زي ما انت شايفة بالشكل ده حوالي عشر دقايق كده لحد ما الفراخ بتاعتي تاخد لون بسيط من على الجوانب ويقلبيها بالشكل ده علشان تاخد اللون من جميع الجوانب الخطوة دي حلوة معاكى جدا وكمان يا سلام لو حطيتى في الزيت ده فص من المستكة وحبهان وقرنفل ريحة كلياتهم هتطلع مع الفراخ وهتكون في منتهى الطعامة والريحة بتكون تحفة جدا بالطريقة دي وانا هنا معاكم خطوة بخطوة بوريكي كل حاجة بالتفصيل علشان مفيش نقطة تقع منك او لو واحدة ما عندهاش خبرة او كده تستفيد من الفيديو خلاص كده بعد كده هبتدي اضيف الخضروات بتاعتي ضفت الاول البصل الحلقات بالشكل ده وحاولت اقلبه مع الفراخ اول ما البصل بتاعي يدبل حاجه بسيطه وريحته تبتدي تطلع بنزل بيه المكون التاني من الخضروات وهو الفلفل الاخضر وكمان لو عندك فلفل الوان ضيفي حبها تكون سبايسي شويه ضيفي فلفل حار ده يعني متاح ليكم عايزة أقول لكم ريحتها وأنا كنت بعملها كانت بصوا يعني جميلة جدا جدا وريحتها تفتح النفس قبل حتى ما كانت تستوي ده الدليل طبعا إنها هتكون طعمها حلو إن شاء الله بإذن الله ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعا بس كده حاولت كده اقلب الخضار بتاعي مع الفراخ وبعد كده ضفت التوم اللي انا مقطعاه حلقات بالشكل ده ووزعته كده في الصينية كلها علشان ريحة الثوم الحلوة تبتدي تظهر وكمان الفراخ بتتشرب من كل الروايح دي البصل والتوم بتتشرب منها يعني التشويحة دي او كده بتدي فرصة للفراخ انها تتشرب من ريحة وطعم الخضار ده بعد كده هبتدي انزل بيه الخض اللي هي الملح والتوابل بتاعتي وكمان هنا ضفت ورق لورا حركتها كده تحريكه خفيفه في الصينيه علشان التوابل ما تكونش متركزه في مكان واحد بعد كده يا بنات نزلت بيه عصير الطماطم زي ما انت شايفه بالشكل ده وزودتها كمان شويه من الميه علشان الفراخ بتاعتي تستوي وما تنشفش مني طبعا انا هسيب الفراخ الاول يعني تاخد حوالي نص ساعه كده من التسويه او او ارباع تسويه قبل ما اضيف البطاطس لان البطاطس بتستوي بسرعه هدي الفراخ بتاعتي وقتها لحد ما احس انها بدات تدخل في التسويه بعد كده هبتدي اضيف البطاطس وهيكملوا تسويه مع بعض وده انا عملته على البوتاجاز ما دخلتهاش الفرن ما اقولكوش بقى على الروائح اعملوها بالطريقه دي هتدعولي ان شاء الله انا بوريكم هنا وهي بتغلي كده معايا بعد كده هسيبها تاخد وقتها تعالوا بقى علشان نعمل شوربه مع الجوانح والرقبه والحاجات دي هتكون شوربه والله تحفه طبعا احنا مش بنرمي حاجه من الفراخ احنا هنعملها شوربه علشان اللي بيحب يشرب شوربه جنب الاكل هنا سخنت الزيت نزلت بفص مستكه وبعدين لو عندك حبها ضيفي ما كانش عندي في الوقت ده بعد كده شوحت الحاجات دي تشويحه خفيفه كده مع البصل بعد كده اول ما شوحتها كده هبتدي اضيف على هبتدي اضيف الميه وكمان حطيت ورق لورا هضيف بقى المية بتاعتي علشان ابتدي اسيبها تغلي مع نفسها وتستوي مع نفسها في الوقت ده احنا سايبين صينية الفخ بتاعتنا تدخل في التسوية شوية قبل ما نضيف البطاطس وضيفت الملح والفلفل الاسود بسيطة جدا مفيش فيها اي حاجة وهي غطيها وهي اسيبها لحد ما تستوي وطبعا دي شكل الشوربة بتاعتنا رائع جدا خلص كده الفراخ بتاعتي بدأت تدخل في التسوية هبتدي اضيف البطاطس لو حسيتي ان كمية الصلصة قلت او مش كافية لتسوية البطاطس مع الفراخ ممكن تزوديها من شوربة الفراخ او ميه مغليه لكن مش ما ابدا ميه من الحنفيه او ميه بارده يا تزوديها شوربه من الفراخ السخنه اللي جنبك او ميه مغليه تعالوا بقى نعمل شويه رز بالشعريه مع الاكله دي طبعا غسلنا الرز بتاعنا كويس جدا وحطينا الشعريه تتحمر بعد كده ضفنا الرز والرز بالشعرية مناسب جدا لصنية الفراخ بالبطاطس بتكون لذيذة جدا جدا طبعا ضفت هنا المية وأول ما الرز بتاعي يبتدي يتشرب المية هخلي الحرارة منخفضة جدا لحد ما يبتدي ينضج ويستوي معايا بالشكل ده خلصت كده صنية الفراخ بالبطاطس خلاص استوت كده وبقت تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده بعد كده هبتدي ادخلها الفرن تحت الشوايه علشان تحمر هحمرها تحت الشوايه هتاخد لون تحفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده بتتكلم عن نفسها بصراحه والريحه طبعا ما قلوكوش. تحفة جدا جدا آه لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه ما تنسوش تضغطوا على زر اعجبني ضروري علشان الفيديو ينتشر ويصل لأكبر عدد من المتابعين ويشاركوه مع اصحابكم والسلام عليكم ورحمة الله